خمس المحاصرة، 10 ذو الحجة، أول أيام عيد الأضحى المبارك. الله أكبر الله أكبر، تكبيرات العيد. يعطيك العافية يا شيخ معاذ. الله يعافيك يا رب، كل سنة وأنت سالمين، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. وأنتم بخير. الله طاعتكم. طبعا هاي اللي سمعنينا نحن تكبيرات العيد من خارج الحصار. داخل الحصار حمص المحاصرة معاقبة دوليا. ممنوعة عنا الكهرباء وممنوعة عنا هاي التكبيرات اللي سمعانا أنت هلا خفيفة عم تجينا من خارج الحصار. بما إنه ما في كهرباء داخل حمص المحاصرة فلذلك ما عنا تكبيرات عيد. نعتذر منكم. كلهم تعملهم بخير. ما أنت بخير.